قد لا تظن أن بإمكانك أن تصنع مشروعاً بالقليل من المال، لكن النساء فعلن. الحجة رضا كونها امرأة لم تستسلم لواقع الظروف، واستطاعت أن تطور مشروعها لتنفق على تربية أبنائها. كنت بقدمة على 10 خدت 5، وعلى أساس كنت عايزة أجيب ثلاجات وكده، فما أمكنش رحت جايبة البضاعة دي، وكنت جايبة بضاعة كتير وسهل ربنا سهل لي وبحتها. كنت والله كل جمعة أجز، بقيت أتضايق من البيت، بقيت أحب دلوقتي إن أنا بنزل من فرح قاعدة وفرشة فرشي، وأروح معايا 4 بنات ووالدهم سايبهم، ومعايا أنا لائمة بيهم، اتجوزت واحدة ومعايا لسه 3. يعني هنا ناس بصراحة حزنني، عمالين يقولوا يعني إزاي واحدة ست وبتعمل كده، كانوا بيروحوا لبتاع الجملة يحرضوه يقولوا له إيه ده واكلة الجو. ونثبت أن نماذج النساء العاملات المكافحات الناجحات كثر، ودعنا الحجة رضا وذهبنا للسيدة صباح التي استطاعت أن تصنع حلمها ب1000 جنيه فقط. في ناس قالت لي فيك رضا وكده، فأنا حبيت أجيبه على أساس أن أنا أكبر المشروع بتاعي. أول خالص خدنا ب1000 جنيه، وبعدين يعني كل مادة بيزودوا ب200 300 وكده، لغايه من الوقت حاليا كنت واخده 3. اخر حاجه كنت واخده 3. كنت شغاله في البيت، مكنه اوفر ومكنه سينجر، لغايه ما كنت شغاله مع نفسي يعني في البيت. وبعد كده رحت جبت الكارد وكده، وجبت بيه المكان، وجبت بيه 7 مكنات وكده، واشتغلت يعني جبت 5 مكانات تاني واشتغلت معايا صنايعيه قاعدين وكده، بقص عبايات كبيره وبخيطها وبنوزعها المحلات بره. وبعد لقائي بهاتين السيدتين ترسخ في يقيني أن المرأة بالإصرار والإرادة يمكنه أن يصنع الكثير، وأن لا شيء مستحيل. خالد جمال، هنا العاصمة. أهلا بكم من جديد في هنا العاصمة. قلنا قبل الفاصل أن احنا هنتكلم عن قضية أو موضوع مهم جدا، ملف مهم جدا للسادة المواطنين. عدد كبير جدا من المواطنين المصريين والأسر الأكثر فقرا والفقيرة في مصر ممكن 1000 جنيه أو 2000 أو 5 يغيروا حياتهم. يعني ممكن أجيب مكنة خياطة تشتغل عليها السيدة الفاضلة وتصرف أو تنفق على أسرتها. ممكن جدا بضاعة زي ما شفنا في التقرير أو كشك أو غيره، حاجات كتيرة جدا، مشروعات متناهية الصغر بتحل مشاكل مواطنين كثيرين جدا بقروض يمكن مش كبيرة. ممكن في حالة القرض الجماعي زي ما فهمت يبقى الواحد ياخد 5000 جنيه مثلا يعمل بيه مشروع صغير قوي، وممكن توصل في الحالات الفردية إلى 100000 جنيه. اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيوفي الكرام في هذه الفقرة، من اليمين إلى اليسار الأستاذ ممدوح مرتجي وهبة، نائب مدير وحدة المشروعات الصغيرة بالهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات الاجتماعية. أهلا وسهلا فندم. أهلا بك. منور. ونرحب بالسيدة الفاضلة الأستاذة إنجي عصام، مدير تكنولوجيا المعلومات بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر. أهلا وسهلا. أهلا بك. والأستاذ محمد حامد صالح، مدير عام جمعية تنمية المشروعات الصغيرة سكدة. اهلا وسهلا. اهلا بيك. منورينا يا فندم. اهلا وسهلا. خلونا من البدايه كده اقول لكم خبر سريع ورد الينا منذ قليل. تم اخلاء سبيل المهندس ابو العلا ماضي. حضراتكم فاكرين المهندس ابو العلا ماضي كان محبوس على ذمه عده قضايا. تم اخلاء سبيله من الدائره 10 جنايات الجيزه الليله، وهو كان رئيس حزب الوسط. والأستاذ رمضان أبو علي محامي الأستاذ المهندس أبو العلا ماضي هو أكد لنا هذا الخبر الذي كتبه نجل المهندس أبو العلا ماضي على مواقع التواصل الاجتماعي. تم الإفراج أو إخلاء سبيله بالفعل لانقضاء أو انتهاء المدد القانونية لحبسه احتياطيا، زي ما أنا فهمت سريعا كده من هذا الخبر. إخلاء سبيل المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط السابق، لأنه مش موجود حزب الوسط، لانتهاء مدد الحبس الاحتياطي القانونية. تم الإفراج عنه هذه الليلة من الدائرة 10 بمحكمة جنايات
الجيزة. طيب نرجع للمشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر واسأل الأستاذ ممدوح. عايزين نفهم الناس كده بسرعة معلومات أساسية، يعني إيه مشروع متناهي الصغر واخده إزاي؟ هو المشروعات متناهية الصغر هي مشروعات بسيطة، ممكن تكون مشروعات تجارية، ممكن تكون مشروعات حرفية، ممكن تكون مشروعات خدمية، مش بتحتاج مبلغ كبير قوي من المال علشان يبدأ، لكن بتبقى الفرصة لتوفير فرصة عمل ليه هو شخصيا في البداية. للشخص للشخص انه يشتغل في البداية لكن من خبرتنا طوال الفترة اللي فاتت احنا بدأنا مع ناس مشروعاتها متناهية الصغر مع سلسلة من القروض، كبر مشروعه ووصل لمرحلة انه ممكن يشغل معاه حد تاني واثنين وثلاثة مرات، لما يبقى بدأ ورشة صغيرة للملابس. بعد فترة احنا لنا الدعي في تنمية المشروعات الصغيرة انه القرض الاول قرض واحد هيغير حياة الناس، لكن سلسلة من القروض عبر فترة زمنية محددة بتعمل نمو للمشروع وتعمل تنمية لخبرات هذا الشخص، انه يبدا صغير بقرض واحد وبعد كده ياخد قروض يكبر تاني، يكبر مشروعه ومع كل دورة قرض يزود حاجة، يزود مكنة، فبالتالي ممكن المشروع الصغير ده يبقى ورشة فيها 5-6 أفراد، فبالتالي أنا وفرت مجموعة من فرص العمل للعاطلين، وفي نفس الوقت ساعدت هذا الشخص أنه يزود من دخله ويحاول بقدر الإمكان يرفع من تحت خط الفقر، بما أنه هو دخله أقل من احتياجاته الأساسية. فهذا المشروع أساساً معمول علشان يحاول يديله دفعة اقتصادية ويكبر من مشروعه، فبالتالي مبيعاته تزيد، ولما مبيعاته تزيد دخله يزيد، وبيبدأ ده ينعكس على تحسين مستوى معيشة هذا الشخص وعلى أسرته. طيب وهو ده الهدف أساسا. هو ده الهدف. طب أنا دلوقتي عايز أتقدم لإحدى الجمعيات طبقا للأرقام اللي عندنا يا جماعة، أنه القانون حتى الآن حصلت طبقا للقانون 200 جمعية من المجتمع المدني، أكتر من 200 أكتر من 200 على إيه؟ على ترخيص للقروض اللي تقدم في المرحلة الأولى اللي هو الترخيص المبدئي، أظن وصل 690 جمعية، وبنهاية يوليو كان مفروض أنه الجمعيات اللي خدت الترخيص المبدئي تتقدم للترخيص النهائي، ده تقدم 200 وكسور، وبعد كده فتحوا باب التسجيل لغاية 27/8 أعتقد اللي تمام. تمام، يعني الرقم كبير. طيب أنا عشان أتقدم، أنا مواطن اسمي سيد أو محمد أو علي أو جورج، عايز أخد قرض متناهي الصغر أعمل مشروع زي ما سيادتك قلت، إيه الإجراءات المطلوبة وتقدم لمين وإزاي؟ هو ما يميز المؤسسات اللي بتشتغل في مجال التمويل متناهي الصغر انه الاجراءات بتاعتها بسيطه جدا، مش معقده خالص. تمام. خالص، يعني احنا بالنسبه لنا في الهيئه الانجليه الشخص تقريبا في خلال اسبوع من لحظه تقدمه بطلب القرض بياخد التمويل بتاعه. لمده كام؟ اسبوع. اسبوع مش أكتر لحد من اسبوع. اقصى لحد اقصى اسبوع. كويس جدا، رائع. الاوراق ما عندناش اوراق صعبه، يعني البطاقه الشخصيه مع كل مواطن، عقد إيجار المكان اللي هو شغال فيه مع كل شخص، مش بيته ده، مش سكنه، عقد إيجار المشروع، المشروع، مكان المشروع، يعني هو واخد محل صغير في عقد إيجار، بعقد تمليك، بأي حاجة، وده تمام. متوافر تمام. وصل نور أو وصل مرافق للمكان بتاعه، المكان بما يثبت أنه موجود في هذا المكان، مش أكتر من كده، وبيتقدم بالطلب، بينزل أخصائي القروض يعمل دراسة لهذا الشخص، يتأكد ان في فعلا انه في بيزنس او في مشروع هيشتغل، يتأكد من سمعة هذا الشخص وقدرته على إدارة المشروع. في ضوء ده بنوافق على المبلغ اللي يتناسب مع حجم النشاط بتاعه وعلى قدرته على السداد بعد كده، علشان القرض ما يبقاش عبء كبير وسبب مشكلة لهذا العميل، لازم تقدير حجم القرض يتوافق مع حجم النشاط بتاعه.
علشان احنا الـ ما ينفعش خالص واحد عنده بيزنس مثلا راس ماله 5000 جنيه اجي اديله قرض 10000 جنيه مش هيقدر يسدد هذا على قد المشروع على قد المشروع بتاعه. علشان كده واحده من اسباب نجاح المؤسسات اللي بتشتغل في المشروعات متناهيه الصغر ازاي تحدد حجم القرض اللي يتناسب مع قدره هذا العميل على السداد. ان هو هيدخل 1000 جنيه في الشهر مثلا بقول اي كلام هيقدر يسدد كذا بالظبط كده. طيب استاذ انجي، هو لما حد بياخد قرض متناهي الصغر بيعمل مشروع، هل هناك مده محدده لكل لتسديد هذا القرض ولا حسب المشروع ده وظروف الشخص ده بنسهل له؟ ده واحد. اتنين، هل بتتابعوه الجمعيه بتتابعه في مشروعه ده بعد حصوله على القرض؟ والله وبعد كلام استاذ ممدوح احنا كمان عندنا بس اختلاف بسيط، ان احنا مؤسسه التضامن بتشتغل اساسي في القروض الجماعيه مش الفرديه. احنا ابتدينا مؤخرا الفردي. الجماعي بيختلف بان هم بيبقوا مجموعه من السيدات، كل ست عندها مشروع متناهي الصغر قائم، بتاخد قرض منفصل لوحدها تقدر تنمي بيه مشروعها، وفي نفس الوقت المجموعه كلها ضامنه بعضها. احنا ما بيتقدمش اي حاجه خالص غير ان المجموعه يكونوا جارات عارفين بعض، ناس في نفس الشارع ليهم اي معامله ماديه قبل كده مع بعض، ضامنين بعض، كل واحده بطاقتها وكل واحده بتاخد قرض تمام. وكلهم بيسددوا، بيتفقوا ان القرض بيتسدد على 10 شهور 12 شهر، مده محدده بيجمعوا الاقساط من بعضهم ويدفعوها مع بعض. 10 شهور او 12 شهر، في حد اقصى او حد ادنى لمده السداد؟ هو بيبقى حسب قيمه القرض على عدد معين، لان الفردي بيختلف عن الجماعي. عن الجماعي الفردي ممكن القيمه الواحده يبقى لها اكتر من اختيار. يعني 5000 جنيه على سبيل المثال ممكن العميل يبقى احسن له ان يسدد على 12 قسط او على 12 شهر حسب كل مؤسسه. لو بيدفع شهري تسدد على سنه ونص، سنه، 6 شهور، ده وفقا لحجم مشروعه علشان ما نعملش عبء مادي على العميل. في الاخر احنا مش هدفنا ان العميل يتعثر في السداد. في فوائد؟ بيبقى طبعا في فوائد. كم في المية؟ يعني الفايده تقريبا ال 100 جنيه العميله بتدفع عليها 2 جنيه في الشهر مع القسط بتاعها، فده 2 جنيه. لان كمان سرعه تدوير الراس المال للمشروع المتناهي الصغر سريعه جدا. هي ممكن في الشهر الواحد تقدر تدور راس مالها اكتر من مره. والفلوس المصاريف الاداريه دي بتضخ تاني في راس المال وبترجع حد تاني يستفيد بيها منها. او هي ان شاء الله عند التجديد لما مبلغ قرضها بيكبر بتقدر تاخد مبلغ اعلى من المبلغ الاساسي. طيب بتتابعوهم في المشروعات دي؟ بتقدم لهم مثلا خدمه استشاريه فنيه، نصايح؟ والله احنا بنقدر نعمله طبعا، ان احنا العميله بنحاول ندرس مشروعها كويس جدا قبل ما بتاخد مبلغ القرض ونفهمها هي ليه هتاخد المبلغ ده. في عميلات لما بتيجي تجدد بنثبت مبلغها، ما بنرضاش نديها مبلغ اعلى لان المشروع ما بيستحملش المبلغ الاعلى ده. احنا اللي يهمنا مش انها تاخد فلوس اكتر وخلاص، يهمنا انها فعلا المشروع هيتطور وتقدر تسدد. وبنعمل لهم زيارات في خلال فتره القرض، وكمان اللي بنقدر نساعد بيه ان احنا في مجموعه من العملاء اخترناهم في معرض القاهره الدولي اللي فات وقدمنا لهم في المعرض، وفي ناس قدرت تبيع منتجات الحمد لله وكانت مبسوطه بالفكره يعني. رائع. طب استاذ محمد، هل المشروع حتى الآن أو هذا الأسلوب ناجح وإيه مؤشرات نجاحه؟ المشروع تقصد اللي بيقترض ولا البرنامج؟ لا، البرنامج نفسه، برنامج الإقراض. لا، المؤشرات طبعا لغاية دلوقتي كويسة، وإن كان في فجوات كبيرة جدا على مستوى الجمهورية. يعني إحنا لغاية دلوقتي ما وصلناش في مصر لحوالي 1.5 مليون عميل. مليون ونص عميل في كل تقريبا 15% من اللي يستحقوا انهم ياخدوا من المستهدفين. هل بسبب عدم وصول المعلومه للناس، ان الناس ما تعرفش، تقصير من الاعلام، تقصير من برامج؟ مجموعه من الحاجات. اولها انه احنا بنشتغل بسياسه الوصول المباشر للعميل مش بالاعلان.
احنا بننزل مباشرة للناس نعرض عليهم الخدمات في المناطق الفقيرة، في المناطق بتاعتهم، في اماكن شغلهم، في مشروعاتهم، سواء كان اقراض جماعي او اقراض فردي. يعني طب معلش سؤال، هل القرى الاكثر فقرا في الصعيد في حد بيروح لها من الجمعيات؟ موجود. كل محافظات الجمهورية بلا استثناء فيها برامج موجودة. النوعين من البرامج اللي موجودين عندنا اللي هو برنامج الاقراض الجماعي وبرنامج الاقراض الفردي. الجماعي بيستهدف اكتر الفقراء وافقر الفقراء، والهدف منه توليد الدخل، المساعدة على توليد دخل علشان تحسين ظروف المعيشة. في بقى برامج الإقراض الفردي، ودي حاجة تانية، دي بتستهدف تنمية المشروعات وفتح فرص عمل جديدة للشباب في المشروعات دي. أنا لما بدي مشروع 10 أو 15 و20 لغاية 50 و60 ألف جنيه بيقدر أنه هو يكبر حجم المشروع بتاعه ويساعده على أنه هو يخلق لي فرصة عمل واتنين لحد تاني. لحد تاني ولأنه هيتوسع فمحتاج عمالة بالظبط كده. وفي نفس الوقت بيثبت لي فرصة العمل بتاع صاحب المشروع. يبقى أنا حققت هدفين في نفس الوقت. هل معلش هنا في سؤال، هل نسبة، والسؤال ده لحضراتكم كلكم، نسبة الوفاء بأقساط القروض عند الناس كم في المية تقريبا يا أستاذ محمد؟ في القروض الجماعية 100%. بيرجعوا الفلوس. الفردية على حسب المنظمة أو المؤسسة. بالنسبة لنا احنا محققين 99.5%. الناس بترجع وبتدفع قروض. والله احنا الحمد لله يعني عندنا نسبة استعداد من أول ما مؤسسة التضامن بدأت في 96 وهي 100% باستثناء فترة الثورة، هي الفترة الوحيدة كده كانت على البلد كلها. لكن الحمد لله أنا نفسي ما سددت أقساط كتيرة أثناء الثورة يعني. احنا من سنة 96 مؤسسة التضامن إلى الآن الحمد لله وهي نسبة استعدادها 100%. 100%. أستاذ ممدوح، عندنا في الهيئة الإنجليزية بنشتغل بنظام الإقراض الفردي، ودي نسبة سداده تقريبا 99.8 إلى 99.9. المواطن المصري جميل هو بيشتغل وبيسدد الأقساط شهريا، والإقراض الجماعي يتراوح من 99.9 إلى 100%. لكن هنا أنا عايز أقول حاجة في يعني في الجزئية دي، قدرة المؤسسات التمويل على اختيار العملاء هو ده الفيصل. بمعنى أنه القصة هنا دراسة الحالة نفسها، ان ده الراجل ده هيقدر او الست دي هتقدر. يعني واحدة من اسباب النجاح هو انك تختار عميل صح، ويبقى هذا العميل عنده مشروع، عشان لما تديله القرض الـ 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 المشروع لما بيدر دخل العميل هيبقى قادر على السداد. لكن اذا هذا الشخص خد قرض وما عملش بيزنس او ما دخلش هذا المشروع في القرض في المشروع، اكيد انت بتخلق عليه عبء جامد قوي طبعاً. وفي نفس الوقت مفيش دخل اضافي بتضره، فهيتعصر. تمام فهيتعصر. طيب هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع السادة الضيوف الكرام ومع حضراتكم، وفي انتظار مداخلاتكم، خصوصا ان انا عندي اسئله كتيره جات لي حول هذه القروض، اسئله تفصيليه اعمل ايه واتصرف ازاي ومين هيتابعني ومين هينصحني وايه نوعيه بقى. السؤال المهم جدا اللي هسأله حضراتكم، جهزوا يعني، ايه نوعية المشروعات متناهية الصغر اللي بتمشي في مصر وليها سوق من واقع خبرتكم؟ يعني انا عايز اعمل مشروع متناهي الصغر واخد قرض 5000 جنيه 20000 جنيه 100000 جنيه 50000 جنيه، ايه المشروع اللي انتوا شفتوا ان اصحابه اللي خدوا القروض مشي وله سوق في مصر؟ بعد الفاصل. المشروعات المتناهية الصغر في مصر بتضم غالبية قطاع الأعمال التجارية والصناعية الصغيرة، واللي بتمتاز باحتياجها لرأس مال قليل لإنشائها أو توسيع نشاطها وتقديم منتجات الناس بتحتاج لها باستمرار. مدام مجدة واحدة من أصحاب المشروعات دي، ومع الوقت والتمويل قدرت تطور نشاطها وتزود دخلها. أنا حضرتك خدت الكارد 5000 جنيه، المبلغ خدته شغلته، وده أهم حاجة، ان انا نفعني في وقت كنت محتاجه ان انا يعني اخش موسم ومعيش. نزلت جبت بيه لعب اطفال وجبت بيه عيد الام، دخلت موسم حلو جدا. فكانت الفكره برضو ان انا ما اقدرش ان انا اجمع 500 جنيه دي،
فكل يوم كنت بشيل فيه 16 جنيه وباجي اخر الشهر مش بحس بيه نهائي. انا بجيب كارت ببيعه ب 2 جنيه ب 3 جنيه ب 5 جنيه للعيل. لا انا نزلت جبت اطقم كاسات كوبايات مجات حاجات يعني برضو التعامل كده يعني الحمد لله انا ماشيه منتظمه فيه كل شهر بدفعه وربنا ييسر برضو يعني ايه هطوره باذن الله مشيته الرحمن. حالة تانية بتقدم نموذج ناجح قدر في فترة وجيزة انه يوسع في تجارته من خلال التوظيف الامثل لخبراته وقرض صغير حصل عليه من احدى الجمعيات الممولة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. انا في البداية خالص خدت من شركة ساجدة من حوالي سنة كده خدت منهم قرض 15,000 التزمت بيهم ممكن سددتهم قبل ميعادهم بثلاث شهور. المرة اللي بعديها جددوا لي خدت منهم 30,000 30,000 أنا برضو خلصتهم على خمس شهور اللي هو آخر شهر اللي احنا فيه ده هو كان المحل ده تمام. من سنتين أنا قعدت أحلم إن أنا أشتري المحل اللي جنبي وأفتح الاثنين على بعض. الحمد لله ربنا وفاني واشتريته. بعد كده الحمد لله ربنا كرمني محل تاني. تمويل المشروعات المتناهية الصغر بيلعب دور جوهري في تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تطوير الشرائح الضعيفة والحد من الفقر وتوفير فرص العمل. محمد سلامة، هنا العاصمة.